بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع المصري البورسعيدي اللي تاهل لنهائي كاس الرابطه المصريه في نسختها الثانيه بعد فوزه على فيوتشر بنتيجه 3-1 بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي. وبينتظر المصري المتاهل من مباراه نصف النهائي الاخر المقرر ان تجمع سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، وده على استاد القاهره بكره يوم الاثنين. وفريق النجوم واصل مفاجآته في بطولة كأس مصر هذا الموسم، وأطاح بفريق سموحة من الدور الـ 16 بعد ما فاز عليه بهدف نظيف في المباراة اللي جرت بينهم باستاد اسكندرية. ومنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أدى تدريبه الرئيسي امبارح باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. والبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أكد أن الفوز أمام النيجر في بداية مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2022 في غاية الأهمية. وأشار ميكالي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة اليوم أمام منتخب النيجر إلى أن منتخب مصر جاهز لمباراة النيجر واللاعبين في حالة جيدة ونسعى للفوز والانطلاقة الجيدة في بداية المشوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية. رابطة الأندية المحترفة منحت جائزة أفضل لاعب في الجولة 16 من منافسات الدوري المصري لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي بعدما صنع هدفين لفريقه ضد حرس الحدود في المباراة المؤجلة من جولة 16 وأقيمت بينهم يوم الخميس اللي فات. حسين الشحات لاعب الأهلي حسم ملف تمديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة 3 سنين جاية بعد سلسلة من المفاوضات بينه وبين إدارة نادي خلال الفترة الأخيرة. كمان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أعلن تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق لمدة 2 سنين جايين ليستمر مع الفريق الأحمر لحد سنة 2025. وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، وده بعد التنسيق الكامل مع إدارة النادي ولجنة التخطيط. نادي تشيلسي الإنجليزي أكد تعاقده مع اللاعب الجامايكي الشاب دوجوان ويسبر ريتشاردز على أن ينضم للفريق في الموسم اللي جاي، وده بعد أن يكمل السن القانوني اللي هو 18 سنة. كشفت التقارير الصحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حسم صفقة التعاقد مع ساندرو تونالي نجم خط وسط ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية. وذكر الصحفي الشهير بسكاي سبورت رومانو أن الصفقة تمت بمقابل 70 مليون يورو مع الإضافات. كمان سيكون لدى ميلان نسبة من بيع اللاعب مستقبلا ليصبح تونالي أغلى لاعب إيطالي في التاريخ. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لجمانة ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. لميا بشكرك شكرا جزيلا.